جديدة النهاردة وفيديو جديد عن العلاقات، والنهاردة هقول للبنات حاجات كده معينة لو انتوا بتعملوها ده هيطفش الناس منكم، وتأكدوا ان انتوا ممكن تتأخروا جدا في الارتباط او في الجواز او حد يتعلق بيكم او حد، يعني الحاجات دي بتطفش الناس منكم. ده من خلال خبرتي المتواضعة، اعتقد كل واحد بيبقى ليه وجهة نظر يعني، بس ده من وجهة نظري انا المتواضعة لو انتوا بتثقوا فيا اعتقد يعني. فكل واحد بيبقى ليه وجهة نظر، ويبقى اي حد عنده وجهة نظر مشتركة مختلفة او بيشترك معايا اكتبوا لي تحت في التعليقات، سواء انا على الفيسبوك او سواء انا على اليوتيوب. يعني احنا عايزين نوصل البيج بتاعتنا لمليون مشترك، فانا هعتمد عليكم علشان عايزين نوصل اليوتيوب والفيسبوك لمليون، انستجرام ل 100,000. ده الانستجرام ده يا جماعه طموحي ان انا اوصل ل 100,000، ده حاجه بسيطه جدا. طيب يا شماتة اعدائي فيا النهارده الفيديو فور جيرلز اونلي يعني، او طبعا لو في حد بيتفرج علينا من الرجاله يقول لنا رايه يعني. نعم بقى يعني نرغي مع بعض ايه الحاجات اللي ممكن تطفش اي راجل من الست، ولو هي الست بتعمل الحاجات دي انا شايفه انها تتاخر جدا جدا انها ترتبط او ان هي تتجوز. طيب اول حاجه ان هي تكون بقى خلاص قاعده ما بتفكرش، ما بتعملش اي حاجه في حياتها، ما بتفكرش في اي حاجه في حياتها غير انها عايزه تتجوز. فاول ما كلمه ذكر يعدي من قدامها عايزه تقفش فيه اللي هو عريس، وتقوم ايه بقى متشعبطه فيه، سواء هو مناسب او مش مناسب، سواء هو كويس او مش كويس، سواء هو حد محترم او مش محترم. هي ما صدقت كلمه ذكرن، هو بالنسبه لها بقى عارفين انتوا بقى اللي هو عينيها بقى بتولع او بتنور وتطفي كده، وخلاص بقى بتحط التارجتس عليها والهلب عليها وتقوم بعت. هي ما تعرفوش، بس هو خلاص عايز تتجوز، وهي مش شايف خلاص اي راجل عادي قدامها عايز اتجوز عايز اتجوز عايز اتجوز عايز اتجوز، فاكرين هند صبري في عايز اتجوز. فهي بقى دي البنت دي ما بتتجوزش، مش بترتبط. ليه بقى؟ لان الراجل برضو مش اهبل، هو بقى فاهم ان هي عايز تتجوز خلاص، وبقى تحس ان هي بقى ايه بتزن بقى وخلاص. ده انت لسه عارفاني امبارح، فجاه كده قررتي ان انت عايزه تتجوزيني وان انا فارس احلامك وان انت مش شايفه حد قدامي وان انت مدلوقه عليا وان انت مش لاقي حد يتجوزك ولا ايه؟ فبليز يا جماعه ما تعملوش الكلام ده يعني. وبالنسبه للستات يعني خلاص يعني مش حلو ان احنا بنبان مدلوقين كده وكأن ما فيش رجاله في هذا الكوكب غير هذا الرجل يعني. فما بعتقدش ان دي فكره مناسبه. والراجل اللي بيحس ان الست عايزه تتجوز اي راجل وخلاص يعني، هو كشخص او ككيان مش فارق معاها، هو فارق معاها ان هي عايزه تتجوز تهرب من بيت اهلها بقى تعيش حياه جميله لطيفه وده مش فارس احلامها ولا نيل، ما عندهاش تارجت معينه، هي عايزه تتجوز خلاص. فدي الست دي يعني احتمال كبير جدا انها تتاخر في الارتباط، وكمان هتأخر في الجواز. رقم اتنين بقى ان انت تبقي عايشه في الماضي بقى، شايفه بقى ايه ان اي حد هيجي عندك يتجوزك او يرتبط بيكي انت في مقارنات بتشتغل. اول انا حاسه بالمشكله دي يعني، اول ما حد يجي يرتبط بيكي انت في اكس كده مسيطر على خيالك او مسيطر على دماغك. فاي حد بيخش يلا تعالى حضرتك يلا تخش في الاختبار بقى المقارنه، ده اطول ولا اقصر، ده مين احن ومين اكرم ومين مش عارفه عضلاته ايه ومين البرسوناليتي بتاعته ايه. فعندك بقى اللي هو البيج هيرو بتاعك اللي هو الاكس بتاعك ممكن يكون سابك عشان واحده تانية او سابك عشان اي سبب من الاسباب، فهو اي حد بيخش يلا تعالى خش المقصله لو مقارنه، فبيفشل في المقارنه فبيطلع اوت. ودي برضو فكرة فاشلة جدا جدا وهتطفش اي حد منهم. اكيد اي حد في الدنيا مش هيتوافق ان هو يتقارن بالاكس بتاع الحد اللي هو بيحبه او معجب بيه او عايز يرتبط بيه، دي حاجة تطفش يعني. فانا ما اعتقدش ان دي فكرة كويسة خالص. فبليز لما حد يجي يرتبط بيك او في حياتك، وانا بقول الكلمة دي والله عن تجربة، ما تقعدش تحكي له عن الاكس بتاعك، ما تقعدش تحكي له عن حياتك في الماضي مع هذا الشخص وان انت قد ايه كنت سعيد ومبسوط، ويا سلام بقى مفيش حاجة في الدنيا هيعوضك عنه ومفيش حد في الدنيا هيقدر يشدك زيه، وتفضل بقى تديله مقارنات تديله مقارنات، هو هيطفش اصلا مهما كان بيحبك مهما كان معجب بيك مهما كان شايفك كويس، هو مش هيستحمل وهيرحل بذلك الشخص. تالت حاجه بقى ان انت تبقى حاطط شخص معين في دماغك، يعني مثلا انا معجبه فيه مثلا عمرو دياب، او انا بقول عمرو دياب مثلا كشخص. طبعا كلنا معجبين بعمرو دياب. خلاص بقى حد يجي لا ما هو ده مش هفضل بقى طول حياتي قاعده مستنيه عمرو دياب يجي لي بقى، فمش ما بديش فرص للناس. فبالتالي افضل بقى حتى الشخص ده انا مش هتجوز غيره، يا هو يا اما هو يا اما فلا. فيجي لي فرص كتير جدا اقعد اضيع الفرصه دي واضيع الفرصه دي عشان انا حاطه تارجتس معينه انا في دماغي ما اعرفش هي مستحيله او مش مستحيله، فيجي لي ناس كويسه ترتبط بيا وانا ارفضهم من اجل ان انا حاطه شخص معين في دماغي
فدي فرصه تضيع على فرصه من هنا، على فرصه من فوق، على فرصه من تحت. فجاه الاقي نفسي على النست كده، بقيت قاعده. انا ما بحبش كلمه على النست، سوري يعني، مش قصدي، بس الاقي نفسي خلاص بقى الفرص بتاعتي قلت، او سني كبر، فالفرص بتاعتي في الارتباط قلت جدا جدا. فبالتالي انا ضد برضو الموضوع ده، يعني انا ضد ان تبقي حاطه بقى تارجت معين وما تديش فرص لناس، انا ضد الموضوع جدا جدا جدا. طيب انا عايزه البنات او الرجاله اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي يقولوا لي رايهم تحت في الكومنتس، سواء انتم متفقين معايا او مش متفقين معايا. طيب دي تالت نقطه. رابع نقطه بقى، ان انت تكوني ما بتعملش اي حاجه في حياتك، يعني انت شخصيه تافهه، شخصيه فارغه، شخصيه فاضيه. والله يا جماعه، مع كامل احترامي للرجل، اي رجل في الدنيا ماشي، مش هنختلف ان الراجل بيحب الست الجميله، وبيحب الست اللي جسمها حلو، بيحب الست اللي دمها خفيف، بس لو كل ده موجود ومفيش هنا مخ ومفيش هنا عقل ومفيش دماغ، والله العظيم عمره ما، ان شاء الله لو اتفه راجل في العالم، هو بيحب الشخصيه الدماغ، الشخصيه اللي عندها فكر، اللي عندها طموح، اللي عندها دماغ، يعني حس ان هو عارف يتكلم معاه. يعني فرحتي وانا قاعد ملك مع ملك الجمال الكون، وفي الاخر انا مش عارفه يحصل كونفرزيشن ما بيني وما بينها، كل ما تيجي تتكلم اقول لها اسكتي اسكتي ارجوكي ما تتكلميش، كل ما بتتكلمي بتبوظي كل حاجه. فاعتقد ان انت يكون عندك فكر دي حاجه حلوه، يعني تثقفي كده، يعني يبقى عندك ثقافه، عارفه اللي بيحصل في العالم حواليك، بتقري. القراءه دي قصه تانية خالص، ممكن اقعد نتكلم عنها حلقات وحلقات وحلقات. اتعلمي حاجات جديده، اتعلمي مهارات جديده، اتفرجي على الفيديوز بتاعتي برضو. فحاولوا ان انتوا تطوروا، تتغيروا للاحسن، تحسنوا من نفسكم. يعني البنات محتاجه ان هي، اي حد في الدنيا ما بيتعلمش كل يوم حاجه جديده اذا فهو شخص فاشل. يعني حاولي كل يوم تحسي ان انت بتتعلمي حاجه جديده، تطلعي خطوه. يعني يا جماعه انا مع التغيير حتى لو صغير جدا، لو بتطلعي كل يوم خطوه اذا فانت بتنجحي، لو بتتعلمي كل يوم حاجه جديده اذا فانت بتنجحي. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل هنا. ان انت لازم تطوري من نفسك، طول ما احنا عايشين لازم نطور من نفسنا. عادي عادي، يا خرابي، لا والله ما اكيد مش هيحصل كده، معلش يا جماعه، بس عمر ابني لسه صاحي من النوم. طب عمر كان يوم هولد اون، عقلي نظامي الامني ابني اقتحم الفيديو. يا جماعه بليز ما تنسوش تعملوا لايك، عشان اللايك بتاعكم مهم جدا لدعم القناه. بليز ما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا، هتلاقوا اللينكات موجوده تحت او على الكفر بتاع البيج. تعالي ثانيه، يا سلام، على الفيسبوك وعلى الانستجرام. وبليز كمان ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكلام تحت. طيب نرجع تاني لموضوع الحلقه، التطور الذاتي، ان انت تكون بتعمل ديفلوبمنت لنفسك، ان انت بتحاول تتعلم حاجات جديده، ان انت بتحاول تتغير للافضل، تغير حاجات اللي مش عاجباك في نفسك. طول ما انت، لو انت مش بتعملي كده فانت هتبقى ده قديم عمر، يعني ساعتها يعني حاجه حلوه ان انت تكوني مش قاعده ما بتعملش حاجه في حياتك، ان انت قاعده حاطه ايدك على خدك كده مركونه على جنب ومستنيه العريس يجي وخلاص. لا، انا ضد الفكره دي. لازم لازم تشغلي نفسك، لازم تكوني عايشه حياتك، عندك بيرسوناليتي مستقله، شخصيه مستقله. انا بعشق قرار الشخصيه المستقله، طبعا عشان انا كبرج العذراء، وثانيا عشان انا بشوف الشخصيه المستقله دي شخصيه ناجحه جدا جدا. طيب ايه كمان اللي ممكن يخلي البنت اللي صعب جدا جدا ترتبط؟ البنت اللي ما بتهتمش بنظافتها الشخصيه. يا جماعه اي رجل في الدنيا، طب نعم، لو اي راجل في الدنيا حتى لو عريس بقى جاي لك معلش صالونات او اي حاجه، وحاسس ان انت شط مش نظيفه، او ست ريحتك وحشه، او ست ما بتهتميش بالهايجين بتاعك، اذا فانت فقدتي انوثتك او جزء كبير من انوثتك. فاعتقد ان اي حد في الدنيا، حتى على فكره ده رجاله وستات، يعني لازم تهتمي بنظافتك الشخصيه. يمكن انا بقول كده عشان برج العذراء، موضوع النظافه عندي يعني خط احمر جدا، بس لازم تهتمي بنظافتك الشخصيه، لازم تهتمي بريحتك، لازم تهتمي مش نظافتك الشخصيه تبقي على سنجه 10 ولابسه بقى كل البراندز في الدنيا، نظافتك الشخصيه اللي هو يعني اللي هي اقل حاجه، يعني ريحتك، نظافتك يبقى هدومك نظيفه، شكلك منمق منمق. انا مش بقول بقى النظافه الشياكه لازم تبقى اشك واحده في الدنيا، لا خالص خالص خالص. طيب النقطه دي برضو مهمه جدا جدا جدا. اخر حاجه، وهي الست يعني صعب جدا جدا ترتبط، لسانها طويل. لسانها طويل يعني ممكن تكوني بتشتمي، بتقولي الفاظ مش لطيفه قدام الراجل. لسانك طويل برضو ممكن تكوني بتنتقد كتير. الست اللي بتنتقد كتير، مش اي راجل بيحب حد ينتقده، لا اي راجل هو يحب الحد اللي بيبين عيوبه. انا على فكره فيها العيب ده عشان انا برج العذراء، يعني انا بنتقد كتير جدا وبخسر ناس كتير جدا جدا بسبب موضوع الانتقاد. ما تعملوش زي انا رشا مراد، ما تنتقدوش كتير يا اولاد، حبوا بعض ماشي.
فلما انت تكوني بتنتقدي الشخص اللي قدامك ده كتير او اي حد يدخل حياتك، على فكره انت ضوافرك في حته كده، نقطه كده مش عاجباني، اوف لا 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 انت قصير، لا 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 البرسوناليتي بتاعتك فيها مشكله، لا انت، فبلاش الانتقاد عمال على بطال يعني. او ممكن انتقد في وقت معين، بس مش بقى حياتي كلها انتقادات انتقادات انتقادات، مفيش حاجه حلوه خالص شايفاها، مفيش اي حاجه بوزيتيف خالص في العلاقه دي، بتبقى دايما حاجه مش لطيفه يعني، دايما تقولي الحلو والوحش، ما تفضلي تقولي وحش وحش وحش، اقول لك ايه ده، طب ما انا في 60,000 بنت تتمنى تتجوزني. اوكي يا جماعه، انا بشوف ان البنت اللي بتعمل الحاجات دي اخطاء مهمه جدا جدا، او حد جاي عن طريق صالونات، او حد بيحبك بيقرب منك، او حد بيتعرف عليكي، او حد بيتراي تو جيت كلوز ليك او ابروتش يو، والله العظيم صدقوني هيخلع من الجوازه دي ويقول يا خلصت الحمد لله، شي دازنت ديزيرف، ما تستاهلنيش اصلا، ويبقى سعيد ومبسوط واسعد واحد في الدنيا ان هو بعد عنكو. بس كده قولوا لي رايكم تحت، رأيكم يهمني جدا جدا، قولوا لي اتفرجوا عليا من فين، بحب اعرف الجماهير بتاعتي فين، وممكن الناس تتعرف على بعضها يلاقوا نفسهم من نفس المكان. بشكركم، بليز يا جماعه اللايك بتاعكم مهم جدا لدعم القناه، بقعد ازن في الموضوع ده. ما تنسوش كمان تتابعوني على السوشيال ميديا، وقولوا لي، في حد بيقول انت كام سنه، اكيد مش هقول انا كام سنه. وايه تاني كنت عايزه اقوله، واعملوا شير يا جماعه كتير بقى لاصحاب كل اللي لازم يسمعوا الكلام ده، يعني البنات تعمل شير كتير 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 عشان البنات التانية تسمع، وعلى الفيسبوك بالذات. ثانك يو، بحبكم، باي باي، مع السلامه.